مفيش اعظم من كده. جمهور النادي الاهلي النهارده كان عظيم بكل المقاييس، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، وهتافات لا تتوقف طوال ال 90 دقيقه، طوال ال 90 دقيقه، سواء للنادي الاهلي طبعا بطبيعه الحال او لنصره القضيه الفلسطينيه. يعني جمهور يستحق الاشاده، عشان كده رجعت بهذه اللقطات العظيمه لجمهور النادي الاهلي في مباراه اليوم، مباراه الاهلي وسيمبا. هذه المباراه يحللها الان صديقنا المميز دايما محللنا في رقم 10 محمد جمال. اجيب منور الدنيا، اخبارك ايه؟ مبسوط ان انا موجود معاك كالعاده، ويعني مليون في المية مليون في المية جمهور النادي الاهلي يستاهل التحية، لانه انعكاس دوما للشارع المصري، انعكاس للشعب المصري ومساندته للقضية الفلسطينية. اللي احنا بنلعب مباريات، بنطلع نتكلم على هذه المباريات، لكن في النهاية في الخلفية دايما صورة فلسطين، في الخلفية عند كل اللاعبين، عند الجمهور، عندنا، عند الناس في الشارع، القضية الفلسطينية في بالنا. والقضية الفلسطينية القصة مش كل ما يعدي ايام القصة هتروح من بالنا، لا، القضية في بالنا لحد ما يتم حلها بإذن الرحمن إن شاء الله يا رب.